التحولات وتحديات السياسة النقدية والمصرفية وسبل تحقيق الشمول المالي هي محاور تطرق إليها المشاركون خلال الندوة المنعقدة بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس بنك الجزائر. كانت الرهانات أمام بنك الجزائر كبيرة وكبيرة جدا، وهو ما جعله ينخرط في مسار العصرنة واستلهام الممارسات السليمة في إدارة السياسة النقدية، وجعل التنظيمات المصرفية منسجمة مع ما هو سائد في العالم ومع ما تقتضيه تحديات التنمية الاقتصادية الوطنية. 60 سنة سجلت بالفعل مراحل أساسية في تاريخ بنك الجزائر، تاريخ مرتبط ارتباطا وثيقا بتطور الجزائر الاقتصادي والمالي. ففي العديد من المراحل الصعبة التي وجهها بلادنا، كان بنك الجزائر دائما ركيزة الصمود التي ساهمت في الاستقرار الاقتصادي والمالي للأمة. تحديات كبيرة يشهدها النظام المالي والمصرفي الوطني، تعمل الجزائر من خلال سياستها المالية على مواجهتها باتخاذ خطوات جادة وفعالة، من بينها القضاء على الاقتصاد الموازي وتحدي رقمنة القطاع الذي تراهن عليه الجزائر في السنوات المقبلة. من بين أهم الورشات المفتوحة أمام بنك الجزائر يجدر ذكر ورشة الرقمنة المدفوعات، ورشة رقمنة المدفوعات والسعي إلى اعتماد الشكل الرقمي للعملة النقدية التي سيتولى تطويرها وإصدارها وتسييرها ومراقبتها تحت مسمى الدينار الرقمي الجزائري، الذي سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية. الآن المنظومة المصرفية في العالم تتوجه نحو يعني رقمنة الخدمات وتقديم هذه الخدمات بأساليب التكنولوجيا الحديثة، هذا أيضا أحد التحديات التي تسعى المنظومة المصرفية الوطنية إلى مواكبتها. هذا الإطار القانوني هذا الجديد يسمح بخاصة الرقمنة تسمح بالولوج إلى نظام آخر، يعني يكون فيه التعاملات تكون يعني نون بيرسوناليزي هم بيرسوناليزي، دونك الناس تقدر تتعامل بكل أريحية. تعزيز الحوار وآليات خلق مناخ التبادل والتعاون مبدأ يعمل عليه بنك الجزائر منذ 60 سنة، وهو ما سيسعى لترسيخه خلال الدورة 47 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية التي ستنعقد بالجزائر في سبتمبر 2023.